الرسالة كانت طويلة، لكن بما معناه انخطبت. وبعد ما انخطبت يعني أنا ما كنت 100% متأكدة، رحت الجامعة، شفت حد ثاني، تعرفت على حد ثاني. الحين أنا محتارة بين خطيبي وبين هذا الحد الثاني. هذا الحد الثاني طلبش للزواج، هذا واحد. اثنين، خطيبك كم مدة الخطبة؟ إذا الخطبة قصيرة وما في ملكة، ما في كتب كتاب، وهذاك طلب، هذاك شوفي ها هذاك طلب وانتي ارتحتي لهذاك، وهذاك اللي في الجامعة جاهز واهلك راضين فيه وكل شيء بخير وكل شيء تمام، في شوفي كيف في وايد شروط، مو بسهولة انتي والله انا انعجب في هذا وابا، لا لا الدنيا مو بشي. الاستقرار محتاج الى قرار صح سوي من البداية، وما تاخذينه بروحك، تاخذينه مع اهلك، تاخذينه مع كل الناس اللي يحبونك ويخافون عليك. ف يعني اولا ك ك ك كشعور وكمشاعر افهم، لكن لا تظلمين بدون ما تقصدين، كوني واضحة من البداية، تأكدي ان الشروط لهذا الرجال واضحة، واذا ما في شيء من الكلام اللي انا قلته انا اقول اتأكدي، كوني مع خطيبك وركزي معاه، لا تركزين برا.